أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول المؤلف ها هنا عن النوع الأول الخارج عن الطريق بأنه هالك، مع قوله فيه أنه لا يريد إلا الخير؟ إيه، هو يريد الخير لكن طريقه طريق هلاك. أنت لو أنك تمشي مع جادة واضحة تبي بلد معين وطلعت عن الخط أو عن الطريق مع جادة ما تدري وين هي تروح، أنت نيك تبي السرعة وتبي نيك طيبة تبي السرعة وتبي، لكن اللي تسير بطريق هلاك ربما يفضي بك إلى مسبعة، إلى سباع، إلى لصوص، إلى أرض ليس فيها ماء، مفاوز تموت، فأنت ما ينفعك أنك قاصد خير، تهلك تهلك بالمفاوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.